شيعت البلاد اليوم جثمان رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي الذي وافته المنية بالأمس بعد حياة حافلة بالعطاء. ويعد الفقيد من الرجال البارزين الذين ساهموا في نهضة دولة الكويت على أكثر من صعيد، لا سيما الصعيدين الاقتصادي والبرلماني. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. ها هو القدر يغيب رجلا إلى دار الآخرة تاركا خلفه قلوبا حزينة متألمة لدى أهله ومحبيه. ترك عمرا من العطاء والعمل، فقد فقدت الكويت رجلا من رجالاتها البررة، ووفته المنية عن عمر ناهز 75 عاما. هو رئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد عبد المحسن الخرافي رحمه الله. خدم وطنه بكل إخلاص، خدم تراب الكويت بكل إخلاص. تزاملنا حوالي 40 سنة. أنا شخصيا أفقد جاسم محمد عبد المحسن الخرافي، أفقد أخ لي رفيق درب، أفقد زميلا تزاملنا مع بعض وكان في منتهى الخلق، في منتهى الوقار. رحمه الله جاسم محمد عبد المحسن الخرافي وسكنه فسيح جناته، وعظم الله أجر آل الخرافي الكرام. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، رجل دولة خدم بلده واجتهد في قدر ما يستطيع. هذا كان دائما ينصح ودائما يكون هناك دعم مادي للمؤسسات هذه. أسأل الله إن شاء الله للمغفرة والرحمة وصبر أهله بإذن الله تعالى، والله يرحمه برحمته إن شاء الله. هذا الفقيد فقيد طبعا مو بس للكويت ولكن للأمة العربية والإسلامية، وما آثره راح تبقى إن شاء الله خالدة، سواء كانت في الأمور المتعلقة بالشأن السياسي أو البرلماني، ولكن كذلك بالشأن الإنساني. نعزي مرة أخرى أهل الفقيد ومحبي الفقيد، ونتمنى إن شاء الله إلى روحه الطاهرة الجنة إن شاء الله. جموع غفيرة شيعت جثمان المغفور له بإذن الله تعالى جاسم الخرافي في مقبرة الصليبيخات، وعلى رأسهم أبرز رجالات الدولة يعزون أنفسهم قبل أهل الفقيد في رحيل أحد أبناء الكويت. كان حكيم وله حنكة سياسية ودار الأمور، وأيضا في نفس الوقت رحمه الله تجده الأب وليس فقط الرجل السياسي. فنسأل الله العلي القدير أن يسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. عزانا بالصبر والسلوان لآله ولذويه ولنا، ويظل جاسم الخرافي اسما محفور في قلوب أهل الكويت. رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. مهما قلنا لا نوفي هذا الرجل الكبير حقه. وأنا الحقيقة شهادتي بالراحل الكبير شهادة مجروحة، لأنني عاصرت هذا الهرم الكويتي منذ عام 81 إلى يومنا هذا. فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وإن الله وإن إلى راجعون. فقدنا إنسانا لطالما عمل من أجل الكويت، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. نحن نقول بأن جاسم الخرافي وضع أسس من أساسات الديمقراطية هنا في الكويت، ونتعلم منه ويتعلم الجيل القادم مما علمنا منه المرحوم جاسم الخرافي. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. الفقيد جاسم الخرافي هو من أبرز رجالات الكويت السياسيين، وواحد من مواصلي نهضتها المتميزين. وتعتبر نشاطات الفقيد في المجالات السياسية كبيرة، فقد تخللت في العديد من المناصب وآخرها رئيس مجلس الأمة السابق. رحل جاسم الخرافي تاركا خلفه إرثا سياسيا ثقيلا سيبقى نبراسا لمن بعده. ها هي الكويت تفقد أحد رجالاتها الأوفياء، رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
من مقبرة صليبي خات. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.